الزلالة عامة في شبرا الخيمة يعني حاجة فظيعة خالص. بالنسبة للشارع الجديد يعني من أول الشارع الجديد لحد آخر الشارع الجديد تلاقي تل زبالة، الصناديق بتبقى محطوطة في الأرض ويحذفوا في الأرض. شارع الوحدة هنا أنا شايف إن مفيش فيه أي صناديق. لا مفيش أي صناديق شارع الوحدة. عندك الزبالة دي كل يوم هنا، الزبالة دي موجودة ما بتتشالش، بيجوا بتوع القر ويرموا، بيجوا ناس ترمي وأهالي ترمي والناس اللي في الوحدة ومن بره، ونشتكي كل شويه نقول الزباله الزباله، ويومين اسبوع يجوا بتوع الحي يشيلوا واسبوع لا. يعني الزباله دي كانت قبل كده قافله الطريق خالص، وكانت معديه عربيه من بتاعه القمح من جوه من طالعه من الوحده ودست على بنت الموتوسيكل هنا، والبنت ماتت والجم بتوع الحي والبيئه والدنيا كلها كانت موجوده هنا، وكل على طول عامله مشاكل مش اول مره. يعني انت شايف كده الزباله هنا الحي بيشيلها كل 10 ايام 15 يوم. احنا بصراحه مش عارفين نعمل ايه. سيادتك الناس كتير بتيجي ترمي الزباله، والحي ساعات بيجي يرمي يعني ساعات بيجي يشيل وساعات ما بيشيلش، واحنا مش عارفين نعمل ايه. سيادتك يعني الحبه اللي هنا دول بقالهم دلوقتي بتاع 20 30 يوم. جيت اخر النهار سيادتك هتلاقي الزباله هنا بالكوم بالجبل كده اخر النهار.